عاملين لك النهارده مفاجاه في نهايه حلقتنا. ايه نجم اهلاوي كبير بعت رساله لاحمد عبد القادر الحاوي وليد سليمان. تعال نشوف رساله الكابتن وليد سليمان لنجم الاهلي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر يا حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمك، واهلا بيك في ناديك في النادي الاهلي. احنا كلنا ان شاء الله عندنا امل فيك كبير جدا، وجمهور الاهلي عنده امل كبير فيك. ان شاء الله ربنا يوفقك، ومنتظرين منك حاجات كتير، وان شاء الله يعني التوفيق دايما يحالفك، وكلنا يعني منتظرين ان انت ان شاء الله تظهر بمستوى كويس جدا جدا. ما شاء الله عندك امكانيات كبيره جدا، ولعيب كويس ولعيب مبشر، وان شاء الله تكسر الدنيا وتكون في وسطينا. وانا على المستوى الشخصي بحبك وبحترمك، انت لعيب محترم، ربنا يوفقك ان شاء الله وتكسر الدنيا في بيتك في النادي الاهلي. وزي ما قلت لك في الاول، احنا كلنا يعني منتظرين احمد عبد القادر يكسر الدنيا ان شاء الله. توفيق يا حبيبي، وان شاء الله اشوفك على خير قريب باذن الله. حبيبي يا ابو حميد. الشهاده مهمه من نجم كبير، ويعني وتشجيع ورسائل مهمه جدا من نجم، يعني واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. طبعا كابتن وليد سليمان، طبعا كابتن من كابتن النادي الاهلي. انا سعيد جدا جدا، يمكن الرساله دي انت مش متخيل يا كابتن اسامه فرحتني ازاي، او مش قادر اوصفك سعادتي بالرساله دي. فانا طبعا كابتن وليد بشكره على الكلام ده، وان شاء الله هو هيبقى يدعمنا اكتر واكتر. هو موجود في النادي طبعا، هو هيبقى الدعم الاساسي معايا. وطبعا انا اتعاملت معاه، مع كابتن وليد، يمكن اول شهر، يمكن انا ما كنتش بتعامل معاه بصفه مستمره دايما، بس الفتره اللي فاتت يمكن هو يعني موجود معانا في متابع معانا الدوري. فاتمنى ان شاء الله ان انا يبقى علاقتي احسن واحسن بكابتن وليد، وبشكره طبعا جدا جدا على الرساله الجميله دي. يمكن دي تدينا دفعه ان شاء الله للي جاي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجمهور والكابتن وليد واللعيبه كلها باذن الله. اول تمرين ليك بكره مع الفريق الاول ان شاء الله، اتمنى لك فيها التوفيق ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا، وبنتمنى لك كل التوفيق. حبيبي يا كابتن اسامه، انا كنت سعيد جدا انا مع حضرتك، وان شاء الله ما اكونش اخر الحلقات. ان شاء الله نبقى موجودين مع بعض دايما، وانا مش قادر اوصف لحضرتك السعاده اللي انا فيها، وبتمنى طبعا التوفيق لحضرتك في اللي جاي، وبتمنى التوفيق لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. وان شاء الله الفتره الجايه نستضيفك وانت محقق كل طموحاتك وكل البطولات مع النادي الاهلي.